برضو من الحاجات اللي ترددت في الفترة الأخيرة، الناس قالوا طيب ما يا عم ما تفكر في حمدي فتحي، ما تفكر في محمد عبد المنعم، ما تفكر في مصطفى محمد كراس حربة، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، تريزيجيه زي ما أنا قلت لحضرتك في البداية. هل شايف إن ده ممكن يكون تفكير موجود عند إدارة النادي الأهلي، ولا شايف إن ده مستحيل؟ يعني أنا مش محتك، مش مطلع على الأفكار اللي موجودة دلوقتي، لأنه تعرف يعني لجنة التخطيط كابتن مختار والرجالة لا اللي أنا معاه، بسأل على الجهاز الفني أنا مش عارف إيه اللي في العقل، لكن أو أنا تعاملك مع كولر. رأيي الشخصي إن دول لن يصنعوا الفارق، لن يصنعوا الفارق. لن يصنعوا الفارق، لن يصنعوا عبد الفارق، المنعم وفتحي وتريزيجيه، لن يصنعوا الفارق، لن يصنعوا الفارق، لن يحملوا الفريق من مستوى لمستوى، لأنه هم دول نفس المستوى اللي موجود. يعني احنا عندنا لعيبه كويسه، نعم. ما تجيبش بقى لعيب زي اللي عندي وتقول لي ده هيصنع لك الفارق، لا انت زيك زيي. نعم. يعني لما تيجي تكلم حمدي فتحي، مع احترامي لحمدي فتحي، يعني الراجل مكانه موجود اكتر من لاعب في النادي الاهلي بيقوم بنفس الدور. صحيح هو دلوقتي يعني في المنتخب بيستعملوه في ادوار تانيه كقلب دفاع، لكن انا مش عارف انت بتجيب لاعب وسط وتلعبه قلب دفاع ليه؟ طب ما انت عندك قلوب دفاع. ايوه. يبقى ليه انا اجيب واحد مش وظيفته قلب دفاع واحطه قلب دفاع؟ يعني دي افكار انا مش مؤمن بيها. نعم. لكن انا شايف انه يعني الاضافات دي لن تكون مؤثره.